السلام عليكم. مجلس الأمن يهرب إلى السودان بعد فشله في غزة، وبايدن ينافس ترامب: إسرائيل خط أحمر ولن أتخلى عنها. وتسريبات عن انفجار نووي وشيك لبارجة أمريكية بعد تعطلها في خليج عدن. والرئيس الفرنسي مصر على تفجير حرب إقليمية بإرسال قوات أوروبية لمساندة الأوكرانيين ضد الروس. ما سبب تهديد قطر بطرد مسؤولي الحركة حاء من الدوحة؟ وما هو الهدف الحقيقي من إنشاء أمريكا ميناء عائما على سواحل غزة؟ وهل سيرد الجيش المصري على رسالة طفل الفلسطيني؟ كيف سيتصرف البنتاغون لتفادي انفجار بارجته النووية في خليج عدن؟ إن كنت تحب متابعة الأخبار وتحليلاتها، انضم لعائلتنا واشترك في القناة وفعل الجرس. لأول مرة إسرائيل تعيش حالة اضطراب وتفكك لمكوناتها. المظاهرات تلتهب وتتوسع، واشتباكات بين المستوطنين والشرطة، والمطالبات تتصاعد بالدعوة إلى انتخابات مبكرة بهدف الخلاص من نتنياهو. في المقابل، حالة الانهزام المستمرة للجيش الإسرائيلي جعلت وزارة الدفاع تبحث عن مجندين، لكن الموضوع أصعب مما يتخيلوا. الجميع يتجنب الدخول في محرقة القطاع، وكان هناك تصريح لأحد الحاخامات يدعى يتسحاق وقالها في وجه العسكريين: إذا أجبرونا على الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي فسنغادر جميعا إلى خارج إسرائيل. إما أخي حطان من الرخط لتبع نسح كلان ونخلص لغز נהיה כרטיסים, נהיה עכשיו אצל הסוכן שלו, נהיה עכשיו אצל אונגווה, נהיה עכשיו, אין דבר כזה, זה מעמיד את המדינה. הם צריכים להבין את זה, כל החילונים האלו שלא מבינים את זה, הם צריכים להבין שבלי התורה, בלי הכוללים, בלי הישיבות, לא היה קיום, לא היה הצלחה לצבא. מה שמצליחים הצבא, זה רק בזכות החיילים, סליחה, זכות בני תורה. החיילים מצליחים בזכות בני התורה. هذا هو الفرق بين صاحب الأرض والدخيل الطارئ. المهم، المشاهد التي توثق من القطاع للأمانة أنها تستفز إنسانية أي شخص. والله حتى لو أنت ما أنت لا عربي ولا عندك أي دين، لن تقبل ولن يقبل ضميرك بالسكوت. استمرار التجويع بينما العالم يتفرج مؤلم جدا، وتناقلت مواقع التواصل مشهد بعده الإنساني سيحفره التاريخ إلى الآخرة. طفل بيكتب رسالة للجيش المصري من أمام السياج، ولما سألها الشخص الذي صور ليش ما تكلمهمش، قال: ما بيردوا علي. طيب إيش كتب في الرسالة هذه؟ كتب: أريد أكل لإخواني، يعني زي اللي بيقول لهم لا تقاتلوش عني، أريد فقط أكل أنا وإخوتي. تابعوا المقطع. العافية. كيف حالك؟ كويس. شو بتسوي حبيبي؟ بكتب رسالة لجنون. طب ايش تكتب رسالة؟ ايش هذا؟ شو بدك منهم؟ بدي منهم اكل لاخواتي. اكتب ايش؟ شو؟ ساعدوني اكل لاخواتي. طب ساعدوني، اخواتي بدهم ياكلوا، بدهم ارضي على قلبي. طب انت ليش ما تحكي كلام مع الجنود؟ كلام بردوش علي. بردوش؟ اه. طب وانت لو تقدم رسالة هذا هيرد عليك؟ ان شاء الله. طب اخواتك فيش عندهم اكل؟ لا. طب تتأمل انت يعطوك رسالة للجنود يدوك اكل منها؟ ان شاء الله. يعني متأمل؟ هذا وين؟ كيف بدك تعملها؟ مش تعملها من هنا، بدي احطها من هنا. طيب ممكن ياخذوها يمكن لا. يعني تتأمل يعطوك انت اكل؟ ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ان شاء الله، بعين الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. تبا للسياسة التي تقيد انسانيتك وواجبك امام هكذا موقف. وعاد الأصعب قادم، مثل ما قال الخريف بايدن الذي صرح أنه الوصول إلى وقف إطلاق النار في رمضان صعب جدا، وهذا طبعا ضوء أخضر لاستمرار الجرائم بحق المدنيين. والمستفز أكثر أنه كل هذا الوجع أصبح في خانة التنافس الانتخابي بين العجوزين ترامب وبايدن. ترامب يطلع يقول: أنا قلبي مع إسرائيل، وبايدن يرد عليه بتصريح: ليس هناك خط أحمر تجاه إسرائيل، ولن أتخلى عنها أبدا، بل ولن أقطع عنها الأسلحة، وقطع الغذاء على أهالي غزة مسموح برعاية أمريكية. هذا التصريح يكشف أن الأنظمة في منطقتنا
لا قيمة لها. وعلشان تعرفوا أنه قصة الميناء العائم في غزة ليست بهدف إنساني أبدا، بل جزء من استمرار التضييق والتهجير. من الغباء أن احنا نفكر مجرد تفكير أنه الموضوع إنساني. إسرائيل رفضت دخول المساعدات من البر وتحدت الإرادة الدولية والقانون الدولي، ثم وافقت على خطة بايدن برصيف بحري عائم. دلالة واضحة من آلاف الدلالات والشواهد للسير في مخطط التهجير ومواصلة ارتكاب الجرائم، وعلى عينكم يا عرب. ويبدو أنه لو كان لا وجود للمسيرات والباليستيات في البحر الأحمر، أنهم خلصوا الحكاية ونفذوا المخطط وبتصفيق حار من بعض دول المنطقة بكل أسف. عموما أخطر خبر تناولته صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤول في الحركة حاء ومسؤولين مصريين، أنه قطر هددت بترحيل كبار مسؤولي الحركة من مقرهم في الدوحة إذا لم يقنعوا قادتهم في غزة بالموافقة على صفقة تبادل الأسرى. الكلام هذا مش سهل نهائيا، وبالرغم من نفي عضو المكتب السياسي للحركة حاء حسام بدران صدور مثل هذا التهديد، لكن المثل يقول إيش؟ يقول ما فيش دخان من غير نار، وما نار مثل نار البحر الأحمر وإعلان صنعاء تنفيذها عمليتين. طبعا هناك من يستخف بمثل هكذا عمليات. يا عزيزي، صنعاء اليوم هي أول عاصمة عربية تقول لأمريكا لا وألف لا. يا عزيزي، صنعاء اليوم أول عاصمة في العالم تنفذ هجوم بهذا الشكل الواسع على مدمرات أمريكية من بعد الحرب العالمية الثانية، في الوقت الذي لم تجرؤ فيه حتى روسيا والصين بما تمتلكان من قوة نووية مجرد الاحتكاك مع البوارج الأمريكية، رغم دعم أمريكا لأوكرانيا علنا بحرب مباشرة ودعمها عسكريا لتايوان ضد الصين. هتقول لي يا أخي هذه دول نووية، الموضوع مش سهل أبدا، وكلهم بيتحاشوا الاصطدام المباشر ويقتصر الأمر على التهديد فقط. طيب إيش فائدة أنه يكون معك نووي وهو لا يحمي حتى أمنك القومي، ولا تستطيع أن تقف في وجه أمريكا حتى في مجلس الأمن؟ كيف تتكلم عن تشكيل عالم متعدد الأقطاب يا هذا وأنت خائف من أمريكا؟ هم يدوروا ساحة حرب يتصارعوا فيها ويشوفوا منطقتنا أنها المكان الأنسب، لكن صدقوني عمليات صنعاء في البحر الأحمر خلطت عليهم الأوراق وأفسدت هذه المخططات. استعراض العضلات والحديث عن تقويض القدرات اليمنية تبخر، ولا بالله عليكم ما معنى عمليتين بكم؟ ب37 طائرة مسيرة وصواريخ باليستية، يعني فشل عسكري واضح لأمريكا وحلفائها وهزيمة بكل المقاييس. روسيا والصين طبعا بيراقبوا ويستفيدوا من هذا العرض. المفروض انهم للأمانة يمنحوا صنعاء كوميشن وجوائز على هذه الخدمات. طبعا أمريكا كعادتها تناقضت في الروايات حول إسقاط المسيرات. في البداية قالوا أنهم أسقطوا 15 مسيرة، وبعدها قالوا أنهم 28 مسيرة. هذا التخبط يعني أن العملية كانت ناجحة. وعلى فكرة هناك تسريبات حول أنه بارجة أمريكية تدعى SS فلوريدا على وشك الانفجار بسبب تعطل منظومة تبريد المفاعل النووي فيها، وأن البنتاغون رفع حالة التأهب للون الأحمر. طبعا هذه البارجة متواجدة أين؟ بالقرب من السواحل اليمنية في خليج عدن. يا عزيزي، أشتيك تخرج من رأسك قصة أنه إحنا ما نقوله هنا هو مدح أو تطبيل. شاهد الواقع يا أخي، شاهد الواقع وقرأ ما يدور واسمع ما يقوله الفاهمين. لماذا تورطت بريطانيا في حرب تعرف فيها أنها خاسرة؟ وهل تنفع القوة العسكرية ضد بلد لا يخشى حربا ولا يهاب قوى عظمى كما تفيد التقارير الغربية؟ في الضفة الأخرى من البحر الأحمر، الصراع العسكري سيد الموقف في السودان بين قوات حماتي وقوات البرهان منذ منتصف إبريل من العام الماضي، والمؤشرات تقول إن الحرب ستطول. ليش؟ لأن الطرفين لم يقدما تنازلات من أجل الشعب الذي يتحدثون باسمه وهو منهم براء. المهم هنا، بعد عجز مجلس الأمن الدولي في إنقاذ المدنيين في القطاع أصدر قرار لوقف إطلاق النار في شهر رمضان في السودان. طبعا هذا القرار وافقت عليه 14 دولة، وشددت على طرفي النزاع بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن وبدون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة. القرار وكأنه فاصل للتهدئة فقط إلى ما بعد شهر رمضان الفضيل، بدلا من أن يتم الضغط بوقف المعارك بشكل نهائي وإنقاذ الشعب السوداني من سعير الحرب. يا سادة، الموضوع موضوع صفقات وشركات أسلحة. هذا هو السيناريو الذي تريده أمريكا للمنطقة وفق خطة واستراتيجية تم تشريعها في الكونغرس الأمريكي في ثمانينيات القرن الماضي. ضروري نختم من ملف أوروبا الساخن. فرنسا
تتحدى روسيا بإنشاء تحالف عسكري من الدول الغربية خارج الناتو وإرسال القوات إلى أوكرانيا بحسب ما ذكرته صحيفة بوليتيكو. ربما تريد باريس الخروج من تحت عباءة واشنطن وتتصدر زعامة أوروبا، وأن ربما أمريكا أوكلت هذه المهمة لمكرون من تحت الطاولة بأن تسعى فرنسا لإنشاء تحالف من الدول الغربية المستعدة لإرسال قواتها إلى أوكرانيا. طبعا هناك دول أعجبتها الفكرة مثل إستونيا ولاتفيا وليتوانيا. طيب السؤال برأيكم أيها الأعزاء، هل ستكون الحرب الروسية الأوكرانية بوابة الحرب العالمية الثالثة أم إنها حرب غزة؟ نراكم في حلقة جديدة مع مستجدات جديدة، واكتبوا لي إجاباتكم في خانة التعليقات. في رعاية الله.